معنا هاتفيا من مدينة مالمو السويدية عضو التحالف الوطني المعارض سيد لبيد الصميدعي. مرحبا بك أستاذ لبيد. مع تفاقم هذه الأزمة في الجنوب واستمرار التظاهرات وازدياد الغضب الشعبي، قال رئيس مجلس محافظة البصرة إن المحافظة لم تحصل من العباد غير الوعود، كيف ترى تعامل الحكومة مع هذه الأزمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. لا يوجد أي تعامل جاد من قبل الحكومة من أجل حل مشاكل الشعب بصورة عامة وأهالي البصرة بصورة خاصة. الحكومة لا تبالي بالكارثة التي حلت بالعراق عموما وبالبصرة خصوصا. منذ أكثر من شهر ونصف المظاهرات عارمة بدأت شرارتها في البصرة ثم امتدت إلى عدة محافظات جنوبية، والحكومة كل ما فعلته الحكومة تعاقدت أمنيا مع هذه المظاهرات بحيث تم التصدي للمتظاهرين، ونتذكر بأن عدد الذين قتلوا من جراء ضربهم بالرصاص الحي تجاوز 50، بالإضافة إلى مئات الجرحى والدوم. تصاعدت المسافات وتصاعدت المد الجماهيري في البصرة بحيث أصبح الهتافات كما سمعناها الآن تقول صراحة بأن الجيش أصبح مع الفاسدين، يحبس الفاسدين وليس مع الشعب. الحكومة تقف عاجزة كما تعودنا منذ سنين الاحتلال إلى هذا اليوم. الحكومات هي مصدر الفساد، هي منبع الفساد وهي التي ترعى الفساد، وبالتأكيد ستكون بالضد من أي مظاهرة أو أي عملية احتجاجية ضد الفساد. في دراسة أممية مقدمة لمجلس الأمن وصلت هذه الدراسة إلى نتيجة مفادها أن التفاقم الأزمات في العراق سيؤدي إلى مزيد من العنف، ما تأثير ومآلات ما يحدث في العراق؟ نعم بالتأكيد، لأن الذي يحدث حاليا في الحقيقة هو ثورة أو بدايات ثورة حقيقة قد تطبق عليها مسميات ثورة الشياع، ثورة ضد الفساد، ثورة ضد الواقع المتردد، ضد حالة التصفن الذي أصاب المجتمع بسبب سياسات الحكومات المتعاقبة منذ الاحتلال. هناك جوع، هناك أمراض متفشية، هناك تردد في الخدمات. هذا يحدث ونحن نعلم بأن العراق يبقوا على بحر هائج من البترول الذي هي أكبر مخزون في الشرق الأوسط العالم بعد العربية السعودية، ومع ذلك نسبة الفقر لمجتمع العراق تجاوز 50%. هذا شيء لم يحدث في التاريخ، والمشكلة الأساسية أنه لا توجد أي آفاق للحل. لذلك فأعمال الأمس متوقع لها أن تنشف بأن العراق مهيئ لثورة تستخدم فيها كل الوسائل، وأصبح الشعب من حقه أن يستخدم أي وسيلة ضد آليات هذه. وفي المقابل أستاذ لبيد، هناك صراع سياسي على السلطة يتعاظم بين شركاء العملية السياسية، هل يمكن أن يسرع هذا الصراع من وتيرة العنف، لا سيما وأن أحزاب العملية السياسية يعني لديهم ميليشياتهم؟ نعم، والمشكلة أن الأجندات، كل الأجندات المطروحة من قبل الكتل والتيارات المتصارعة على السلطة غير مكترثة بمعاناة الشعب. الكل المطروح في هذه الأجندات أنه الكتلة الفلانية ستحصل على الوزارة الفلانية وستحصل على الامتيازات الفلانية وعلى المدراء الفلانيين، والصراع الرئيسي بين كتلتين أساسيتين هو يتعلق بمسألة أنا أكون أنا أكثر ميلا لإيران أم أنا أكون أكثر ميلا لأمريكا. لا توجد أي كتلة تطرح مشروعا أو تطرح برنامجا يعالج معالجة جدية للفساد ويأخذ بنظر الاعتبار مطالب المتظاهرين ومعاناة الشعب. وكل هذه الأحزاب المتصارعة كما تفضلتم مسلحة بالميليشيات، وهذه الميليشيات هي جزء أساسي من أدوات القمع التي تستخدمها الحكومة
ضد الشعب وخصوصا ضد المتظاهرين وضد المحتجين. شكرا جزيلا لك، هاتفيا من مالمو سويدي عضو التحالف الوطني المعارض السيد لبيد الصميدة.